سترون ويرى الرأي العام الوطني بأم عينيه الحشود الهائلة للعمال والعاملات من مختلف القطاعات المهنية التي تستنكر وتحتج وفي كل الأقاليم المغربية وكل المدن والجهات. سترون كيف يستنكرون العرض الحكومي، كيف يستنكرون السياسات العمومية تجاه الطبقة العاملة المغربية، وكيف يصطفون إلى جانب رؤوس أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصالح. فرسالتنا في الاتحاد المغربي للشغل إلى السيد رئيس الحكومة أننا دعاة حوار، أننا نتشبث بفضيلة الحوار والمفاوضات الاجتماعية، وهذا ما عبرت عليه في اللقاء الأخير بعد يومين للسيد العثماني، أن يستأنف المفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل وبمراجعة ذلكم العرض الهزيل والتمييزي بتقديم عرض يكون في مستوى تطلعات عموم الطبقة العاملة. فالعرض الحكومي نعتبر ديال 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019 وغير الوظيفة العمومية، عرض تمييزيا بل أقول استهتارا بالطبقة العاملة المغربية، وبذلك يجب مراجعة العرض. يجب على الحكومة أن تذهب إلى تلكم الأوساط التي بدها المال والتي يمكن أن تساهم أكثر في المالية العمومية لإنصاف الطبقة العاملة اللي هي القوة الحية في البلاد والتي كتنتج لها القوت ديالها اليومي. الحكومة الحالية ذهبت على سير الحكومات السابقة، إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، وقد لمسنا في هذا العرض الحكومي بالملموس مدى استهتار الحكومة بهذه الشريحة الاجتماعية المهمة اللي هي الطبقة العاملة. فالإعفاءات الجبائية لأصحاب المصالح ثم الامتيازات، وقد أحصينا في الاتحاد المغربي للشغل أكثر من 40 إجراء منحته الحكومة في القانون المالية ديال 2018 تحت يافضة تشجيع الاستثمار وتشجيع المقاولة، ولكن بالمقابل لاحظنا ولا إجراء واحد لا في القانون المالية ديال 2018 ولا في هذا العرض الحكومي الهزيل. فإذا هي سياسة للكل يندد بها، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل نريد توزيع عادل للخيرات، نريد مجتمع عادل ومتضامن من أجل التماسك الاجتماعي في بلادنا. وشكرا. كتعيش الطبقة العاملة تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل، تخلد يومها العالمي على وقع احتجاجات وعلى وقع استنكار للعرض الحكومي اللي تقدمت به طبعا الحكومة من بعد جولات الحوار الاجتماعي ديال أفريل، واللي طبعا اعتبرناه عرض لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة اللي اكتوات جراء السياسات اللاشعبية اللي نهجتها الحكومة من مثيل المقايسة، من مثيل تفكيك المقاصة، من مثيل إدخال الهشاشة للوظيفة العمومية إلى آخره. من غير ذلك الحكومة كذلك ما عندهاش تصور واضح لسياسات اجتماعية من شأنها يعني تعزيز التماسك الاجتماعي. عكس ذلك احنا كنشوفوا مناطق الآن اللي هي مكتوية بي 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 يعني من جراء هذه السياسات، واللي تطالب بالكرامة وتطالب بالعيش الكريم وبالكرامة.
اكثر من هذا هنالك حقوق اللي هي ما فيهاش غير ماديه، حقوق معنويه للاجراء اللي كتهم مثلا الاليات للدفاع عن مطالبهم مشروعه. والحكومه جاتنا بمشروع ما يسمى بالمشروع التنظيمي للاضراب او القانون مشروع قانون تنظيمي للاضراب، واللي هو كنعتبروه قانون تكبيلي على اعتبار انه يكبل حق الطبقه العامله في ممارسه حق طبيعي وحق هو صلب، يعني الحريه النقابيه واللي هو الحق في الاضراب. هذا الحق اللي حنا كنطالبوا بالتعزيز ديالو، طلعت علينا الحكومه بمشروع قانون اللي هو الان عند المجلس النواب، واللي المفروض انها كانت تخضعوا للحوار الاجتماعي ووقع التوافق ثلاثي الاطراف عليه. الان هو دخل البرلمان وليس هنالك تصور لدى الحكومه من اجل معالجه هذه الاشكاليه والوصول الى توافق، ونعتبره حق تكبيلي لانه باقي فيه السجن، باقي فيه عرقله حريه الاضراب، باقي فيه يعني اسباب يعني تقريبا مستحيله لممارسه هذا الحق. وكاين وغيره من المشاريع الحكوميه التراجعيه كمراجعه مدونه الشغل في يعني اطار ادخال اكثر من الهشاشه لعالم الشغل. هذا الشيء كله ما كيخليش الامل عند العمال وكيزيد ياجج الوضع الاجتماعي. الاتحاد المغربي يساهم بكل يعني بكل قواه من اجل تاطير العمال ومن اجل يعني فتح افاق ديال الحوار والوصول الى تعاقدات من شانها انها توفر لبلادنا جو ديال السلم الاجتماعي وجو اللي يحظى فيه العمال كغيرهم من الفئات بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.